معانا الدكتور مصطفى ساري استشاري التغذيه، هنحاول نعرف منه كمان بشكل مبسط ايه هي الحاجات اللي ممكن ناكلها في البرد. يا دكتور مصطفى صباح الخير. دكتور مصطفى صباح النور. صباح الخير يا دكتور. دكتور يعني السؤال صباح النور. اهلا يا دكتور، يا انا صباح سامع حضرتك الفل يا كويس، فندم. حضرتك سامعنا؟ دكتور مصطفى صباح الفل. انا سامع كويس. طيب عظيم عظيم، يعني محتاج اسال حضرتك ايه الحاجات اللي ممكن ناكلها في الشتاء، زي السؤال المعتاد. السؤال المعتاد، الناس طبعا بتاكل كتير، انما يعني حضرتك تفيدنا تقول لنا ايه الحاجات اللي ممكن نكون بناكلها في الشتاء، وكمان طريقه الاكل، يعني الناس ممكن تاكل على كم مره في اليوم وهكذا. دي نصايح اعتقد مهمه للناس في الاوقات اللي زي دي. اتفضل. هو اولا يعني طبعا يعني في درجه الحراره بتاعت الجسم لازم يعني درجه حراره الجسم بتبقى ثابته، فلازم تحافظ عليها. فالاكل احد مصادر اللي بتمد الجسم بالطاقه الحراريه عشان تحافظ على درجه الحراره. بس مش الاكل اللي هو على الفاضي والمليان اللي انا طول الوقت اكل. معظم الناس وزنها بيزيد في الشتاء نتيجه ان هي بتاكل بطريقه عشوائيه، كل ما يحس انه بردان شويه او بيحس انه جعان شويه بيروح ياكل. أو أنا لو كنا 3 مرات في اليوم مش لازم ناكل، يعني مش كل شوية هناكل، يعني زي ما الأستاذ خالد بيقول، يعني أنا هل لما كل ما أحس إن أنا جعان آكل؟ لا، هو أنا آكل 3 مرات وفي بينهم وجبات، في أكلات بتمد الجسم بالطاقة. أكثر حاجة بتمد الجسم بالطاقة بتزود درجة حرارة الجسم الشويات بصفة عامة أو الكربوهيدرات بصفة عامة. أتجنب السمنة والزيت، لأن في بعض الناس بتقول لك آكل حاجات سمنه، حاجات فيها سمنه، حاجات فيها زيت، حاجات فيها دهون عشان تزود الطاقه. لا، النشويات هي اكتر حاجه بتمد الجسم بالطاقه. يعني ليها البروتينز، ونقلل كتير قوي من نسبه الدهون او من الدهون او من الزيوت اللي موجوده في الاكل عشان اتجنب ان وزني يزيد في الشتاء، لان معظم الناس وزنها بيزيد في الشتاء. بيزيد ليه؟ نتيجه ان هي بتاكل بطريقه عشوائيه او بطريقه يعني غير منظمه. كل ما يحس انه بردان، احساس البرد بيستهلك طاقه من الجسم فبيخليك تفقد سعرات شويه. فقد السعرات ده بيخليك تحس انك بتجوع شويه. لابد ان احنا نستحمل الجزئيه دي. يعني طيب بعيدا يعني عن الاستحمال يا دكتور، دكتور مصطفى، دكتور مصطفى صباح الفل الاول. وبقى خلينا نتكلم بقى في النقطه البناتي والسؤال المعتاد، الحلويات اخبارها ايه؟ علشان بس الشوكولاته والشتاء بيبقى محتاج الواحد يشرب مثلا كاكاو سخن، الحاجات اللطيفه دي اخبارها ايه؟ الحاجات السخنه والحاجات الدافيه مهمه جدا في فصل الشتاء. يعني مثلا يعني مفيش اي مشكله انك تشربي يعني كاكاو. ايوه، مفيش مشكله انك تشربي ينسون نعناع، مفيش مشكله. نتجنب حمص الشام، ميه حمص الشام ديت مهمه جدا وما بتزودش الوزن، لان في بعض الناس متخيله ان يعني ميه يعني ميه حمص الشام معتاده عند المصريين. فبنقول نشرب منها، ولو حتى بنحط عليها نسبه معينه من الشطه دي بتزود الدفء وبتزود حراره الجسم شويه. طب ده ميه حمص الشام ولا الحمص الشام نفسه؟ القهوة. مية حمص الشام ولا الحمص الشام نفسه؟ مية حمص الشام. طب والحمص بقى؟ لا بيزود طاقة. لا بقى. ايوه، الحمص نديه للناس الرفيعين اللي هم محتاجين يزودوا وزنهم عشان وزنهم يزيد، لكن مش لازم احنا اللي ناكله. ممكن ناكل، ممكن لو واحد ما عندوش مشكله، يعني لو انا ما عنديش مشكله في زياده وزني او ما عنديش مشكله سمنه او انا بعاني من مشكله زياده وزن، ممكن اكل شويه حمص صغيرين مع يعني مع الميه اللي انا هشربها. لكن لو انا سي ان انا بعمل ريجيم وبعاني في الريجيم وحاسس بدرجه حراره، يعني حاسس ان الجو برد قوي ومش قادر استحمل البرد، ممكن اشرب ميه الحمص ديت واحط فيها كمون واحط فيها ليمون واحط عليها سنه صغيره من الشطه، لان الشطه فيها ماده اسمها الكابسيسين، دي بتزود درجه الحراره بتاعت الجسم وبتزود نشاط الجهاز الهضمي بصفه عامه، فبتديك احساس بالطاقه وبتديك احساس بانك انت جسمك دافي شويه. فدي حاجه كويسه. ما الجاش بقى للسحلب، لان في بعض الناس بتلجا للسحلب. ايوه كان سؤالي السحلب والله. ممكن يزود لي وزني. يعني انا لا، السحلب هيزود الوزن، عشان كده انا لازم اتجنبه في فصل الشتاء. الناس هتقول لك طب انا بحب اشرب حاجه مسكره، اشربي كاكاو. يعني الكاكاو بس
طبعا باستخدام بدائل السكر، مش لازم يكون بسكر، ونقلل المحتوى بتاع اللبن اللي موجود فيه، ويفضل انه يكون لبن منزوع الدسم مش لبن كامل الدسم. خلاص كده يبقى احنا عندنا الروشته مظبوطه. جزيل شكر دكتور مصطفى ساري استشاري التغذيه. الحقيقه احنا كده خدنا روشته مظبوطه والدكتور، بس نشرب الحاجات السخنه بس يبقى اللبن منزوع الدسم، وما ناكلش هو الحمص، بس ممكن نشرب الميه بتاعه الحمص عليها شويه شط.